السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر. طبعا في البداية ما تنسونيش في الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل جديد بعمله يوصل لحضراتكم، وما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا، تدعيما منكم آليا إن شاء الله. النهاردة هنتكلم عن موضوع حلو جدا بيهم كتير من الأسر. هنتكلم عن التفاح وإيه فايدته لو احنا أخدناه وأكلناه على الريق. هنعرف كل حاجة دلوقتي مع بعض بإذن الله. أنا هبسط لكم المعلومات وهبسط لكم الفوائد بحيث إن كل الناس يفهموا بسهولة، يفهموا أهمية أكل التفاح على الريق. دلوقتي بالنسبة لنا إحنا في مصر الموسم بتاع التفاح المصري جميل جدا جدا ورخيص، مش غالي. مش هنقول بقى التفاح الأمريكاني أو التفاح اللبناني، موجود عندنا برضو في مصر كل أنواع التفاح، موجود لبناني أمريكاني مصري موجود الحمد لله. بس أنا عن نفسي بفضل في الصيف كده بيبقى الموسم بتاع التفاح بتاعنا المصري بفضل أجيبه على طول، ما بجيبش الأمريكاني ولا اللبناني. لكن في الشتاء ما بقاش في تفاح مصري، فبضطر بقى أجيب اللبناني والامريكاني. عشان ايه بقى؟ ليه بفضل المصري؟ ان المصري بيبقى فريش، يعني من الارض طالع للبياع للتاجر واحنا بناخده على طول. لكن الامريكاني واللبناني بيجي في المراكب وبيجي في التلاجات، مش بيبقى فريش يعني، فاهميني؟ المهم، وسعر المصري طبعا رخيص على الامريكاني واللبناني. اول حاجة طبعا تناول التفاح على الريق. التفاح بيبقى فيه يعني مجموعة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، وكمان فيتامينات ومعادن وألياف غذائية بيحتاجها جسمنا، تمام كده؟ وأنا كنت قايلة كذا مرة المواد المضادة للأكسدة دي، فايدتها إيه بالنسبة للبشرة والتجاعيد، وبالنسبة للقلب، وبالنسبة للجلطات، بتمنع الجلطات وكل الحاجات دي. الفيتامينات الموجودة في التفاح زي فيتامين كاف وفيتامين ب، دول بيخلوا البروتينات اللي احنا بناخدها والدهون والكربوهيدرات تتحول لطاقة، طاقة طبعا جسمنا محتاج الطاقة دي. كمان في مجموعة من المعادن المهمة اللي بيحتاجها جسمنا زي البوتاسيوم والمنجنيز والمغنيسيوم. كمان زي ما قلت في ألياف غذائية، الألياف الغذائية دي بتخليك يعني تشعر بالشبع وبتأخر عملية الهضم، وبيخليك يعني بيبقى في شعور بالامتلاء كده، يعني بيخلي فده بيخلي السعرات الحراريه اللي داخله معدتك بتبقى اقل، تاكل اقل، فاهماني؟ فده مهم جدا لينا ولصحتنا برضو. كمان التفاح على الريق، يعني نبتدي بقى ازاي ناخده ازاي على الريق. نبتدي اليوم بتاعنا بكوبايه ميه الاول، بعد كده ناخد تفاحية على الريق، بعديها بشويه هنفطر. وكمان مفيد جدا التفاح في الفترة بين الفطار وبين الغداء، دي مهمة برضو، يعني لو جعت بين الفطار والغداء خد لك تفاحية. كمان ممكن ناخد التفاح كوجبة خفيفة للعشاء، تبقى جميلة جدا برضو، زي ما قلت فيها مواد مضادة للأكسدة، فيها فيتامينات، فيها معادن، فيها ألياف غذائية. وكمان في حاجة مهمة جدا كمان، إن التفاح دوت بيقوي العظم ويمنع هشاشة العظام وبيمنع ترقق العظام وخصوصا للأطفال، يبقى نأكله لأطفالنا يبقى كويس جدا. كمان التفاح ممكن يغنيك عن القهوة. ازاي هتقولي التفاح يغني عن القهوة؟ هقول لكم ازاي. في ناس بتاخد القهوة على الريق، وانا ده مش بفضله. عشان ايه؟ عشان يصحصحهم كده ويخليهم فايقين ويديهم طاقة طول اليوم للشغل. لكن ده ليه اثار جانبيه، اولا توتر، قلق، صعوبه في التنفس، ممكن زياده ضربات القلب، ارتفاع ضغط الدم. لكن لو اخدت بديل بتاعها تفاحيه على الريق هتديك طاقه، صحيح مش زي طاقه القهوه، لكن هتديك طاقه اللي انت عايزها ومحتاجها عشان تشتغل طول اليوم بدون اي اثار جانبيه. كمان التفاح فيه سكر الفركتوز الطبيعي، ودوت المصدر الاساسي للطاقه اللي احنا بنحتاجه او اللي جسمنا بيحتاجه. كل ديت كانت فوائد اكل التفاح على الريق. يا رب اكون بسطت المعلومه وفهمتكم المعلومه، يعني ايه هي، ايه هي الفايده، ايه هي الاهميه بالنسبه لنا وبالنسبه لاطفالنا. فيا ريت نستخدم وناكل التفاح على الريق، ده بيبقى جميل جدا، يعني نعدل او نصلح من عاداتنا الغذائية، هنكون أكتر صحة بإذن الله. يا رب الفيديو النهارده يكون عجب حضراتكم، متنسونيش بقى في الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، متنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا، وإلى اللقاء في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر.